أهلا بكم في هذه الحلقة الخاصة من برنامج أكثر من عنوان من جديد، ونستضيف فيها الأمين العام للجبهة الوطنية لإنقاذ ليبيا إبراهيم صهد لتسليط الضوء أكثر على أهم ما يجري على الساحة الليبية. بعد القبيلة هي الانتماء الأول لدى الليبيين، الأمر الذي جعل انشقاق تلك القبائل عن نظام القذافي هو السبيل الوحيد لخلعه عن الحكم. القذافي فطن لهذه المسألة مبكرا، فعمد إلى تصعيد أبناء قبيلته القذاذفة إلى المناصب العليا والحيوية في الدولة والجيش لضمان ولائهم، بالإضافة إلى علاقات النسب والمصاهرة التي تربطه بعدد من زعماء القبائل الأخرى. إلا أن ذلك المبدأ اهتز بشدة منذ اندلاع الاحتجاجات الليبية في 17 فبراير الماضي. قبائل ليبيا الكبيرة أو تلك التي لها تأثير في مجريات الأمور تبلغ نحو 50 إلى 60 قبيلة، وبخلاف قبيلة القذاذفة التي تتألف أساسا من الرعاة البدو ويتركز أبناؤها في سرت وسبها وطرابلس وبنغازي، قبيلة ورفلة تعد من أكبر قبائل ليبيا عددا، إذ يبلغ عدد أبنائها نحو 1 مليون شخص، من بين 6 ملايين نسمة هم عدد سكان ليبيا، وينتشر أبناؤها في مدن بني وليد وسرت وطرابلس وبنغازي. وتشهد تلك القبيلة انقساما بين موالين للنظام ومعارضين له. قبيلة المجارحة من أهم القبائل الليبية، وطبقا للمصادر فإن عددا من أبناء المجارحة يشاركون مع أبناء القبائل الأخرى في الاحتجاجات ضد القذافي. قبيلة ترهونة التي تنحدر من قبيلة هوارة التي تنتشر من تاجوراء حتى مدينة طرابلس وتشكل ثلث سكان العاصمة طرابلس. قبيلة الزوية التي تستوطن جنوب ليبيا حيث توجد المناطق النفطية، وتلك القبيلة أعلنت انضمامها إلى الثورة مهددة بوقف تدفق النفط إلى البلدان الغربية في حال عدم وقف قوات الأمن إطلاق النار على المتظاهرين. كما انضم كذلك عدد من القبائل للثورة مثل قبائل الزنتان وبني وليد والعبيدات، وفيما يلي تصنيف القبائل الليبية بين معارضة للنظام وموالية له. يعني بالطبع كان هذا تقرير عن دور القبيلة في ليبيا. أستاذ إبراهيم، يمكن أكثر شيء تعرفنا عليه كمشاهدين يعني في العالم العربي وفي العالم بشكل عام أهمية القبيلة في المجتمع الليبي، يعني كيف تفسر لنا وتبسط لنا دور القبيلة خصوصا في أن تكون ميزان للقوى وترجح الكفة الرابحة؟ يعني هو القبائل لها دور مهم جدا، ولكن أنا لا أستطيع أن أقول بأن دور القبائل هو دور سياسي. دور القبائل دور اجتماعي، والقبيلة ابتدأت يعني لأن في السابق كانت القبيلة تنتمي إلى أرض معينة موجودة في موقع معين، لكن نتيجة الهجرات، نتيجة الأعمال، السعي وراء العمل، الانتقال من مكان إلى آخر، أصبحت القبائل موجودة في كل الأماكن، ولا تستطيع أن تقولي بأن هذه المنطقة تتبع لهذه القبيلة فقط. لكن القبائل بدون شك لها أهمية، والتقرير الحقيقة أغفل يعني جوانب كبيرة جدا. يعني بالطبع نحن شو ما حكينا مش رح نكون قد شخص ليبي خبير في هذا. مثال بسيط جدا، يعني عندما نتحدث عن قبائل العبيدات وقبائل البراعصة وقبائل الحاسة وقبائل العواقير، ونتكلم على النفا، ونتكلم على الأشراف، نتكلم على زوية، نتكلم على المجابرة، نتكلم على الأواجلة، هذه القبائل كلها مؤيدة للثورة بانحياز كامل، ليس هناك. ثم نأتي عندما نأتي إلى حتى القذافة، ليس هناك وحدة بين القذافة فيما يتعلق بتأييد القذافي، هناك انشقاق، وهناك كثير من القذافة الذين يشعرون بأن القذافي زج بهم في مواقف غير صحيحة، وأنهم هم يبحثوا على طريقة للتخلي عن هذا الأمر، لا يريد أن يحدث. يعني هل هناك منهم من يتواصل مع هناك؟ نعم، هناك من القذافة
من يتواصل مع غير من القبائل، الخشية عندهم من أن يكون صراع داخل قبيلة قذافة، وإلا كانوا يعلنوا هذا الأمر. ولكن هناك في سرت هناك القذافة، ليس كلهم يؤيدوا القذافي، هناك الفرجان في سرت أيضا، هناك قبائل حتى قبيلة ورفلة، يعني قبيلة ورفلة حقيقة أنا من هذا المنبر أدعو ورفلة وأدعو ترهونة وأدعو أولاد سليمان وأدعو المجارحة. هذه القبائل أعرف بأن في داخلها هناك كثير من الناس الذين هم مؤيدين للثورة، وأن هناك كثير منهم مناوئين لمعمر القذافي، وأن هناك يعني زي تحالف غير مقدس بين القذافي وقمعه وبين بعض أعوان القذافي الذين ما زالوا معه ينتبون لهذه القبائل. ولكن هذه القبائل يجب أن تنفض غبار الخوف عن نفسها وتتحرك كما تحرك بقية إخوانها. نعم، طيب هل تدعوها لهذه القبائل لأنك تعرف أن لها دور حتمي وحقيق في حسم الصراع؟ نعم، أنا لا يعني أتصور بأن لو ورفلة غدا بني وليد تنتفض ترهونة، سيكون الفك الحصار عن نصرتها سهل، وسيكون أيضا الجبل الغربي جبل نفوسة حيكون في وضع أفضل، وسيكون في الإمكان استعادة الزاوية، سيكون أيضا في الإمكان بأن تشجيع منطقة طرابلس على أنها يكون عندها يعني بالتأكيد البجارحة في الجنوب في سبها أولاد سليمان، هؤلاء ينبغي أن يعلنوا عن موقفهم، وينبغي أن يتخذوا هذا الموقف. أنا أعرف بأنهم مرافضين، أعرف بأنهم ضد النظام. طب إذا كانوا ضد النظام ورافضين، ما الذي أخرهم؟ نعم، أقول بأن هناك التخوف أيضا من الآلة القمعية لهذا النظام، وهناك بعض عناصر من هذه القبائل التي ما زالت تعمل في إطار هذا النظام، وهناك تجد بعض الأحوال هناك الولاء القبلي الذي يعني حقيقة إذا تجاوز حده وأصبح يطغى على الولاء الوطني يصبح خطير وغير مبرر. أنا أتوقع أن هذه القبائل سوف تتحرك، لكن أيضا لا أقول بأن هي موالية للقذافي، بل على العكس لدينا ما يؤكد بأن هم هناك كثير منهم اللي هم ضد القذافي ومؤيدين للثورة، ولكن هذا الأمر ينبغي أن يجتازوا الخط الرفيع. نعم. الفاصل بين أن يتخذوا موقف معين. القذافي لعب على وتر القبائل في بداية الأزمة، وبالطبع أكيد يعني كان ما قبل الأزمة ربما دائما يلعب على وتر القبائل عفوا، ولكن هل تعتقد أنه قد تصل ليبيا، ويبدو أن الأزمة ستمتد، قد تصل إلى مرحلة تنقسم فيها القبائل على بعضها؟ هل أنتم محضرون لليبيا كهذه؟ لا، هو القبائل لن تنقسم ولا ليبيا ستنقسم. يعني أولا هناك إصرار من كل الليبيين على أن ليبيا واحدة، وأن ليبيا متمسكين بوحدتها ومتمسكين بعاصمتها طرابلس. نعم. هذه أولا. النقطة الثانية المهمة جدا هو أن يعني هناك الوتر الذي لعب عليه القذافي في مسألة القبائل إلى جواره وتر آخر لعب عليه في مسألة تصنيف هؤلاء الثوار بتصنيفات قاعدة ويأخذون في حبوب هلوسة إلى آخر هذه. نعم. كلها فشلت. أيضا التصنيف الآخر الذي صنف القذافي وكان غبي في هذا التصنيف هو أن بدأ يقول بأن هؤلاء الشرق يريد أن يستولوا على المنطقة الغربية إلى آخر هذا الكلام، بينما هو يعرف الآن بأن يعني هذه تصريحات يعني تصب في خانة الانقسام. نعم. والتشجيع. نعم، بأن الثورة في ليبيا من حدود المصرية تمتد إلى مشارف البريقة والعقيلة إلى آخره، وأيضا موجودة في مصراتة، ومصراتة ثالث مدينة في ليبيا وتعتبر من القسم الغربي، أيضا موجودة في أقصى الغرب في الجبل الغربي في جبال نفوسة. إذا هؤلاء الناس موحدين في مواقفهم، ولن يستطيع القذافي أن يعني يفرق بين هذه المواقف. فأنا لا أخشى على وحدة ليبيا، لا أخشى مما يقوله القذافي عن حرب أهلية. القذافي يسعى لخلق حرب أهلية، يعني ليس هو وحده، حتى في مراقبين ومحللين يروا ذلك. القذافي يسعى لانشقاق ليبيا، يعني عندما عرض على الرؤساء الأفارقة أن يذهبوا إلى بنغازي بنقل المبادرة الإفريقية، وهي مبادرة للقذافي الحقيقة، وجاءوا الأفارقة ونقلوا المبادرة ورفضت المبادرة لأنها خالية من مما يريده الشعب الليبي.
صار اتصال هاتفي بين احد الرؤساء الافارقه والقذافي في طرابلس، والقذافي عرض قال لهذا الرئيس طيب لماذا لا يبقى هم في القطع اللي هم عندها ويتركوا بقيه الناس وحدهم. وهذا عرض القذافي. القذافي يريد يعني القذافي سيقبل بان يترأس ويحكم ولو قطعه من ليبيا، لانه يعرف تماما معرفه بانه هو سيبدا من جديد في المناوره والتآمر على ليبيا. ولذلك ذهاب القذافي لابد ان تنتهي هذه الانتفاضه بانتهاء حكم معمر القذافي. طيب صار في خلال عهد القذافي عدد يعني يسير من الثورات او الانتفاضات، لماذا استمرت هذه الثوره؟ هناك يعني من يقول انه استلهمت من ثورتي مصر وتونس، ما في فوارق كبيره يعني، لماذا قدرت هذه الثوره مش غيرها واللي سبقها انه تستمر؟ اولا هناك يعني انتفاضات كثيره ضد القذافي، هناك محاولات كثيره منذ اليوم الاول، ذكرت لك 69 في ديسمبر 69 كان هناك سعي لاسقاط حكم القذافي، واستمرت هذه على طول الزمن. القذافي كان يواجهها باشياء كثيره، من ضمنها القمع ومن ضمنها التعتيم. يقوم القذافي بقمع الشعب الليبي في غياب الشاهد الدولي عن هذه الجرائم التي يرتكبها. هذه المره اختلف الامر. اولا كان هناك موجود العدسات التي تستخدم في الهواتف النقاله، كان هناك سعي من الثوار من اليوم الاول الى نقل ما يجري في داخل البلاد. ايضا قام الاعلام في الواقع بدور جيد في نقل ما يجري في داخل ليبيا. اكثر من ذلك انا اعتقد بان حجم الظلم والطغيان والقهر زاد الى حد ان الناس اصبح تندفع. يعني عندما نتحدث على ما جرى في بنغازي نتحدث ان الناس خرجوا بمظاهره سلميه ووجهوا بالرصاص وذهبوا يدفنوا القتلى وضربوا في المقبره، رجعوا وكان همهم كيف ان يسكتوا هذه النيران، وهاجموا الكتيبه الموجوده، هاجموا بصدور عاريه، شباب تهجم في دفعات ويستشهدوا واحد ولا الاخر الى ان صاد اقتحموها من الخلف ودخلوا في وسطها. يعني هذا استاذ ابراهيم سنتوقف مع احدى الصور التي تبرز احد الثوار، يعني احببنا انه نعرض هاي الصوره. اذا ملاحظ السلاح اللي ماسكه هاي الثائر هو سلاح صيد بسيط. نعم. لاسالك عن تسليح الثوار وامكانيه استمرارهم عسكريا. نعم، هو الثوار اول ما بداوا حصلوا على بعض الاسلحه من معسكرات القذافي بعدما، لكن الناس استخدمت هذه البنادق، بنادق الصيد، واستخدمت ايضا حتى السيوف والمناجل لتدافع عن نفسها. يعني الحقيقه ما يجري في ليبيا يعني ملحمه بجميع المعايير. هذا شعب انتفض من اجل حريته وواجه قمع وقهر لا مثيل له، وصمد وصبر وتقدم بصدور عاريه واجهوا كتائب القذافي. انا اتوقع كيف تثمن الدعم العربي عفوا في هذا الاطار؟ أنا حقيقة كنت أتوقع أن بعد ما برز القذافي على حقيقة، يعني نحن لا نتحدث عن شأن داخلي كما يقول البعض يهرب ويقول أن ما يجري في ليبيا شأن داخلي، هذا ليس شأن، هذا جرائم حرب وهذه جرائم إبادة، وهذا الحاكم لابد أن، أيضا الحاكم ليس له شرعية من الشعب الليبي. كنت أتوقع أن يكون هناك موقف أكثر من الدول العربية، حتى الاستعداد للتدخل والاستعداد لتقديم السلاح للشعب الليبي. انا اعرف بان هناك الاسلحه، بعض الاسلحه بدات، يعني دخلت بعض الاسلحه مثل ما نعم انا يعني اعرف بان بعض الاسلحه دخلت، وان هذا امر يعني الدول التي قامت بهذا الامر مشكوره عليه، ونثمن هذا، نثمن عاليا حقيقه عندما تكون انت في موقف ليس امامك الدفاع عن نفسك الا سيف او عصا وتاتيك بندقيه، فهذا فضل من الله سبحانه وتعالى. نحن نثمن هذا الامر، لكن الثوار يحتاجوا الى اكثر من ذلك، يحتاجوا الى اسلحه تستطيع ان تقاوم الدبابات، يحتاجوا الى اسلحه تستطيع انها تسكت مصادر النيران، ان تتعامل مع الصواريخ سكاد، تتعامل مع قواعد هذه الصواريخ وتسكتها، تتعامل مع الراجمات، مع صواريخ جراد، مع غيرها،
حتى مدنيات بعيدة حتى تستطيع أن تقصف هذه. الآن القذافي يستخدم صواريخ سكاد ضد مصرات تستخدمها، مدى صواريخ سكاد تصل إلى 200 كيلومتر، فعندما يستخدمها معنا الرمي يتم من طرابلس أو مكان آخر.